نذهب إلى الشق السياسي وما يدور في القدس المحتلة. دانا أبو شمسية، هناك اجتماع اليوم للمجلس الوزاري المصغر، ما هو المطروح؟ بالفعل أحمد، هذا الاجتماع يأتي وسط تصاعد الخلافات بين الوفد المفاوض وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لا يريد الانسحاب من محور فيلادلفيا ولا حتى انسحاب كلي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وهذا ما أشار إليه الوفد المفاوض حسب ما نقلت هيئة البث الرسمية أمس في النشرة المسائية الرسمية الأساسية، قولها بأن الوفد المفاوض كان قد أخبر بنيامين نتنياهو أن التمسك والتزمت في هذه الشروط الجديدة التي أضافها بنيامين نتنياهو بعد الاتفاق المبدئي والخطوط العريضة بين الوسطاء وبين فصائل المقاومة الفلسطينية قد يعيق الوصول إلى صفقة تفضي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. لذلك يأتي هذا الاجتماع على إثر هذه التناقضات والخلافات ولتحديد الصلاحيات الممنوحة للوفد المفاوض، التي كان من المفترق وفق جدولة الأعمال أن يكون قد توجه إلى الدوحة، ولكن هذه الخلافات كانت قد حالت دون إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لمباحثة بعض العراقيل والخلافات التي كان قد وضعها بنيامين نتنياهو. وسط كل هذه الخلافات تخرج هنالك أصوات يمينية تهدد بالانسحاب من الحكومة أو من الائتلاف الحكومي، بل وتذهب إلى أبعد من ذلك بحل هذا الائتلاف الحكومي. لربما تحدثنا في تغطيات إخبارية سابقة على تهديدات سموتريتش غير المتوقفة منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة بحل الحكومة الإسرائيلية هو وإتمار بن غفير، ولكن وزيرة الاستيطان الإسرائيلية ستوك كانت قد تحدثت أيضا ظهر هذا اليوم بأنها ستذهب إلى حل الحكومة والانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا كان نتنياهو قد وافق على هذه الضغوط المتمثلة في الانسحاب من محور فيلادلفيا وأيضا الانسحاب من مفرق نتسريم تحديدا، وتحديدا فيما يتعلق بالسماح لأهالينا والنازحين بالعودة من الجنوب إلى الشمال دون وضع بوابات إلكترونية تقوم بالتدقيق والتأكد من عدم حيازة الأسلحة. كما هناك تصريحات لوزير الثقافة الإسرائيلي، كيف قبلت هذه التصريحات؟ حاول مسك العصا من النصف كما يوصف هذا التصريح، وخاصة بأنه كان قد تحدث عن تطورات الأمور، كان قد تحدث وسئل عن الخلاف الذي يتعمق بين بنيامين نتنياهو وجالنت وزير الدفاع والأمن، وقال بأنه يجب المحافظة على علاقة جيدة لإتمام وجود الائتلاف الحكومي، بل أنه كان قد دعا إلى أن يكون هنالك توسيع وتوسعة في هذا الائتلاف الحكومي من خلال انضمام المعارضة الإسرائيلية للائتلاف الحكومي. كذلك الحال سئل عن الحدود الشمالية والتصعيد المحتمل هناك، وقال بأنه يجب أن يتخذ الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي تحركات جدية للجم حزب الله عن كل هذه التهديدات، ويقول بأنه سيكون هنالك أثمان كبيرة لهذه الحرب تحديدا مع حزب الله، ولكن يجب أن يكون هنالك تحرك من الجانب الإسرائيلي للتمكن من إعادة المستوطنين الذين تم إجلائهم في 8 أكتوبر بعد هذا الحرب والعدوان على قطاع غزة. كذلك الحال سئل عن رأيه وتطلعاته في الصفقة، وقال بأنه يجب أن يكون هنالك ذهاب إلى الصفقة ولكن دون أن تضمن عدم تحقيق أهداف الحرب، وهذا يتماهى مع تصريحات بنيامين نتنياهو الذي قال بأن إتمام الصفقة يجب أن لا يتعارض بعودة القتال إذا ما أخلت حماس في اتفاق الهدنة الذي سيتم عقده وإبرامه، وهذا ما يعني أخذه وزير الثقافة الإسرائيلي وتبناه في موقفه. كذلك الحال حينما سئل عن تجنيد الحريديم، فأبدى تأييده وموافقته إلى ضرورة زجهم في الخدمة العسكرية في ظل النقص الحاد سواء في الكوادر البشرية في جيش الاحتلال جراء إصابتهم وقتلهم من فصائل المقاومة أو حتى جراء نقص هذه المعدات والذخائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي.